بيت فل طبعا كان فيه 89 كيلو زين كيف فللت 149 64 لتر بنزين 95 هنشوف كم اعطانا مسافة متبقية دعينا على الشاشة الشاشة الكبيرة البنورامية شوفوا كم اعطانا مسافة متبقية 655 مضبوط وصفرت كم لتر رحلات بخلص لي كم مشوار بالرياض عقبه نمسك خط الى حايل باذن الله زين ورتبنا اغراضنا ركبناهن وبنحرك الحايل سيارتين سيارتين بتشوفونها اذا وصلت حايل ان شاء الله باذن الله فبنحاول نرضي جميع الاطراف انا بسوق الحين بالروحه على اللينك النترس بالرجعه اجرب لكم السياره الثانيه وبصور لكم وبنزل لكم ان شاء الله اذا خلصنا من اللينك النترس الفخم الانيق طبعا بنحرك من الرياض هذه الاستراحه كثير منكم شوفوا متابعينا شفتم قالوا بندر حسبونه بحايل هذه بالرياض فبنحرك الحايل الحين ونشوف اخبار المزيون الانيق انا جالس هوجس اقول شلون شكل الشاشات بالخط ودي اشوف سالفه الشاشات بالخط هذا احنا نحرك نقول بسم الله وعلى بركه الله مرايه مسوي شيء بسم الله على بركه الله الدخول بالباب دخول المدخل بسم الله على بركة الله طبعا نسيت لاحظ اقتصادي انا هذا احنا حطينا اقتصادي ثابتين على سرعة الشارع 142 طبعا بعد ما فللت اول ما وريتكم كان بمحطة كم 600 وما ادري كم الحين اعطاني 754 كيلو فبنشوف كم يمسينا المزيون الشاشة الكبيرة يا اخي تحس انك تسوق سيارة من كوكب بالمريخ مبدئيا الى الان الامور طيبة كل شيء تمام بس خلونا نعطيكم راي انا بعد ما نمشي 200 كيلو تقريبا بس ثبتوا عندكم بعد مسافة متوقعة 754 كيلو ومن يوم طلعت من الرياض ماشي 83 كيلو خذيت لي كم مشوار داخل الرياض وبعدها مسكت الخط شوفوا الطبلون طبعا نزلت الدركسون الدركسون صراحة لازم تنزله عشان تستمتع بالشاشة لانك اذا رفعته ما راح تستمتع بالشاشة اول شيء اعطونا رايكم بالثيم اعطونا رايكم بالثيم عجبني طريقة الثيمات الموجودة اللي هنا لتر طبعا قربنا نوصل قصيم باقي مسافة متبقي 430 راح الربع الاول من الفل ونزل قرب للنص الموتر بصراحة لحد الان يعني ودي اقول رايي اذا وصلت حايل احسن بس ابي اوريكم الغريبة انه الار بي ام هو موجود الموتر طبعا هو خاص للسوق الصيني وجانا للسعودية وتوه يوصل لامريكا قريب تخيل حتى الاجانب اللي جربوا تجربات بسيطة يعني ما في تفاصيل كثيرة ففي اشياء كثيرة يبيلها تفعيل في اشياء كثيرة يبيلها دبرة انا جيت خذيت الموتر على طول مشينا هذا بالنسبة لبعض الانظمة بس ابتكلم لكم عن العزل كعزل العزل اللي فوق اعطيه 9 من 10 العزل اللي فوق 9 من 10 العزل اللي تحت تقدر تقول 8.5 8.5 8 من 10 طبعا الكفرات مقاسة 22 الراحة مريح الحلو بالموضوع انه في مساج المراتب تعتبر مريحة مع انه ما فيها عرض لكن مريحة فمبدئيا موتر خط اي والله موتر خط وعد باقي يشوف اذا وصلنا حاي نعطيكم باقي علوم ان شاء الله
كمل الفيديو الحين. شوف الحين مثبت طافي زين وعينك على الشاشة. شوف إذا شغلته. إذا شغلته تسحب الشاشة. لا طفيت. شوف إذا شغلته ترجع الشاشة كذا. شوف إذا طفيته. شوف. دلا دلا دلا. بعدين شوف شلون طريقة زيادة السرعة. شوف. بالزايد هذا. كله لمس. كله لمس. شوف خلنا نثبت حسرة الشارع. الغريب الار بي ام عجزت القاه وما ادري ليش مو ما في ار اي ار علوة اي ار ار بي ام. لكن بالله عينك على نعومة الشاشة وطريقته. قصرت الاضاءة شوي. اذا بتشغل هذه حق تبي يرجع مسار. شوف كله لمس كأنك الماوس كمبيوتر. شوف الحين مشغل. اصبر لا هذا اشتغل الحين. اضغط عليه اشتغل الحين. هذا تبي يخرج على المسار. انت تقدر تتحكم بالشاشه الوسطيه تبي تفاعلي ولا عادي ولا عاد انت حسب وش اللي تبي. شوف الحين صارت سياره قدامي بيهدي. بلف يسار تقدر تختار تفاعلي يرجعك ما يرجعك على حسب وش تبيت. طبعا توي طالع من القصيم صوت العزل ترى يفرق من اسفلت لاسفلت الناعم والخشن. توي طالع من القصيم يمكن لي 20 كيلو تقريبا. شوفوا مسافة متبقية كم باقي 382 كيلو على النص. باقي نص كيلو. حلوة نص كيلو. باقي نص التانكي. نص التانكي مسافة متوقع 381. ومن يوم طلعت من الرياض ماشي 431 كيلو. لا تنسي صديقي خذت كذا مشوار داخل الرياض. فالمسافة المتبقية شوف صوت الخشن تسمعونه هذا صوت الخشن. لكن إذا رحت للناعم على طول راح يتغير صوت العزل وكل شيء. فهذا خذ قاعدة عندك. 431 كيلو مسافة متوقع 380 كيلو. الموتر ما شاء الله تبارك الله من الاخر. والوعد اذا وصلنا حي باذن الله عاد بنشوف. اكيد انه بيوصلنا ما دام باقي 380 بيوصلنا بالراحه الحين ان شاء الله. بالله عينك على الاضاءه المحيطيه. عينك على الاضاءه المحيطيه تحسه كانه مجرات بسمه جاي شكله جديد وغريب. شوف شوف ترى فيها بعد في زي النقط غير الخطوط اللي جاية كأنها مجرات في زي النقط. روعة 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 من صديق الأمريكي. شوف 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 الشاشة ما شاء الله. شوف 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 الفخامة ما شاء الله. شيء عجيب شيء عجيب شيء من الآخر صراحة. قصر لك من الإضاءة. أيوة هذه الحالة صراحة. بس زعلوني بشيء الثلاث شاشات اللي فوق هذه مو كل شيء يشتغل. وأشياء بشرح لكم بعدين. هذه أكثر شيء هي اللي به المميزات والأشياء اللي انت تحتاجها. بس الثلاث لا مو كل شيء شغال. بس هذه كلام كبير. بعدين اعجب صراحة اكثر شيء عجبني طريقة مثبت السرعة طريقة فتح الشاشة. شيء عجيب يبيلك تتعلم. يعني يبيلك تتعلم على الشاشة. هذا الطبلون فيه ثيمات اشكال والوان. اربع ثيمات او خمس ثيمات اصور لكم ان شاء الله. لكن طريقة صراحة التبديل والشاشة اللي جايب اللمس حلوة. بس غريبة انه حاطين اشياء بسيطة يعني اشياء محدودة. ودك مفتوح الشاشة تقدر تغير على كيفك. هنحط على سرعة الشارع. هنا تبي حق اللي هو تبي خرج على المسار تضغط عليه. الرادار هنا تضغط عليه. شوف
بالشكل هذا، تقصر تطول المسافة بالشكل هذا، مرونة باللمس اللي هنا حق جهة الشاشة بس. ما شاء الله تبارك الله، تعطيك جو خيالي صراحة. بس لو اللي على اليمين تقدر تشغل بمقاطع فيديو، يا سلام كان كلام كبير. وصلنا بالسلامة يا ربك الحمد الشكر، وعينك على خيمة الصقور من الشمال للتراثيات. يا أخي شغل ملكي، شغل يفتح النفس. ما شاء الله تبارك الله. كم باقي مسافة متبقية يا بندر؟ باقي 172 كيلو، باقي ربع الكيلو، ربع التانكي. أنا دائما أقول ربع الكيلو ما أدري ليش، خبرون خط وقروشة يعني. باقي ربع التانكي تخيل 172. وكم مشيت من طلعت من الرياض؟ طبعا قلت لكم لا تنسون، خليت خلصت كم مشوار داخل الرياض، مشيت 673 كيلو. يعني أنت لو تبتحسبه المجموع 673 و 172 700 800 كيلو بالراحة. 800 كيلو على هالفخامة على هالزين، ما شاء الله تبارك. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. طبعا عشان تستمتع بالشاشة لازم تنزل الطارة هذه، لازم يا اخي. ودي لو هم قصينه من هنا عشان تقدر تاخذ راحتك. احنا انا عشان تشوفون بالتصوير كامل هي الحين مضبوط، بشوف اذا لازم تدبر ولا لا. اكيد انه مدبر، ايه مدبر. هذا اسفلت خشن، اسفلت خشن، بس الموتر ما شاء الله تبارك الله مطب في قساوه شوي بحكم انه جنطه 22. الحين تغير الصوت على اسمه شركبنا اسفلت ناعم. رايق رايق الموتر ما شاء الله تبارك الله، سوى بديره سوى بخط فخم ملفت. اشوف الناس كل احد يراعي له ما شاء الله تبارك الله. صراحه يفوز الموتر يفوز، بس السعر، السعر لو هم ما لو ليت ما هو جلطة على خفيف. ما شاء الله تبارك. الهايبرد اغلب الوقت شغال، تخيل الى الان ماشي 691 كيلو وباقي 145. يعني موتر قوته 310 وعزم وقوة وفخامة، وصار فيه بنزين بعد. يعني معقولة مشينا 700، اتوقع 700-750 بعد بالراحة. فهذا اللي يميز فورد، سياراتها دايم سوى البنزين ولا الهايبرد ولا اي شيء، دايم صرفية البنزين عندهم زينة، يعطونك قوة يعطونك صرفية بنزين ممتازة. طيب تعالوا الحين خلونا نستعرض لكم الشكل الخارجي والداخلي بشكل سريع، ونشوف الفخم والجديد من لينكن. وهذه الواجهة الأمامية، تعمدت اني اصور لكم تحت الطلح علشان تبين الالوان، ولا هذه سيارة مدينة داخل مدينة خط، بس قلت علشان نغير شوي واللي بنصوره لكم ان شاء الله مدينة. طبعا الماكينة هو تغير جذري كامل الداخلي الخارجي من جميع النواحي. الماكينة 4 سلندر 2000 شاحن تيربو هجين، تيربو وهجين اللي هو الهايبرد. قوة الأحصنة 310 حصان والعزم 407 نيوتن. الجير اي 70 يعطيك كأنه جير طبيعي، كأنه الجير المعروف التوماتيك العادي، ولا هو بالأساس جير اي في تي. ما حسيت انه جير اي في تي ابد ابد. الواجهة الأمامية التصميم الجديد والعصري من لينكن مثل ما عودونا بكل شيء. التصميم جاي فخم معنى الكلمة، خطوط الفخامة والكلاسيك والعصرية موجودة من أول نظرة. الأنوار اللي جاية على شكل ثلاث عدسات، خطوط اللي جاية باللون الأسود. طبعا هذه الفئة هي اللي تعتبر أعلى فئة، الرادار والأربع كاميرات، الإضاءات الترحيبية اللي شفتوها صورنا لكم من قبل. الموتر صراحة جميل وأنيق وفخم بنفس الوقت. الجنط اللي جاي مقاس 22، عندك الجهة الجانبية، وبنلف لكم تركسون عشان تشوفونه زين. الجهة الجانبية جامعة ما بين قصة الأسيوفي وقصة الرياضية اللي هنا، كأنه جاي قصة كوبيب بس في انحدار بسيط. الجنط كلام كبير، معطيه فخام ومعطيه جمال. المقابض الأبواب اللي فيها بروز العجيب، يعني ما جو ولا سووا نفس طريقة الأبواب اللي تدخل وتطلع، لا جابوا لك بشكل جديد كأنه مدمجة جاية مع الباب. شوفوا هذا الصف الثاني، غريب انه ما في ستار جانبية. هذا البروز اللي تجيك فيه الإضاءات المحيطية، مقبض الباب العجيب، سماعات ريفيل بعدد تقريبا 28 سماعة، مراتب جلد، المساج قدام،
السقف البانوراما اللي راح يعطيك رؤية بانورامية مع الشاشات الكبيرة 48 انش، نفتح بزيادة نفتح كامل، ترى ما فتح كامل. وهنا عندنا طول عمر التكاية اللي بالنص مع حامل كواب اكيد مرتب الجلد اللي جاي بقصة زي قصة المعين، التخشيب، فتحات التكييف اللي جاية هنا، الموتر ما شاء الله تبارك الله تحفة فنية من لينكن. الشنطة فيها الحركة الذكية، وأول شيء خلوا أوريكم الشكل الخلفي. هذا الشكل الخلفي توكيلات الجزيرة طبعا. شوف القصة جاية شلون، أسطبات الإضاءات، الأشياء الحلوة مرتبة. هنا الشنطة الذكية مجرد ما تحط رجلك انت تحت راح يفتح لك، طق حول عن الأغراض. شوف تعتبر مساحته كبيرة ما شاء الله. هنا راح يكون السبير المؤقت، الأغراض. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. قرب يقضي شوية. ما ودي يقضي. شوف توي يشتغل الموتر، توي يشتغل. صفت المراتب، تقدر تصفت المراتب من هنا. شوف كهرب. هنا الرؤية، شوف البانوراما. صراحة خيال الموتر ما شاء الله تبارك الله. بس تقريبا خلصنا الخط، شرحناه لكم كل شيء، فصلنا لكم ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. طبعا هنا مكتوب نوتلس. نوريكم الداخلية، شوف المقبض، الأرقام السرية نفسها، الديكور اللي جاي بحجم كبير، القزاز مدبل أكيد، الداخلية الجديدة والعصرية، شاشة 48 بوصة بس إنها مقسمة، المراتب اللي فيها مساج، الموتر دلع من جميع النواحي. هذه الداخلية ما شاء الله. طبعا قصة الدركسون جاي هنا عشان تقدر تشوف، لازم تنزله بالشكل هذا. شوف الشاشة 48 بوصة، الشاشة هنا اعدادات محدودة، ما فيها اشياء كثيرة تقدر تستخدمها بحكم انه انا اشوف هذا حكم ثبت نفسي اللي صورتكم هنا بالخط. هنا من وين؟ من هنا. الكاميرا صراحة تمنيت يعني انه افضل من كذا، المفروض انه افضل من كذا صراحة، يعني ما ادري ليش. هذه شو غريبة، غريبة والله، غريبة منهم. يعني المفروض انه ادق واكبر كحجم بعد. هنا تقدر تحط كمبيوتر حالك. شوفوا الى الان ماشي 772 كيلو، وباقي مسافة متبقية 89 كيلو. سهلة ما شاء الله. وهنا ماشي، وهنا تقدر تقسمه من وين؟ من هنا. غريبة انهم حاطين خيارات بسيطة، يعني ما تقدر تختار الا هذه الرحلة، كمبيوتر رحلة، ضغط الاطارات والساعة بس، وترفع تحطه هنا، ليش ما ادري. وهنا فيه يدعم هو جوجل مابس، بس انظمة برامج الجوجل بس ما تم تفعيله. وشوف شو وضعه، هل يقدر يفعلونه لنا ولا لا. هذه الاعدادات بشكل عام. عندك طول عمر، التحكم، الاضاءات المحيطية، كل الاشياء هذه موجودة. الرسائل، كار بلاي، يدعم انظمة الجوال، الفم. هنا الازرار حقيات الجير. هنا وضعية الزر حق الكاميرا، هذه هي اربع كاميرات طبعا. وعندك يا طول العمر والسلامة حق وضعية القيادة، بيجيك وين. شوفوا من هنا تقدر تتحكم بالكاميرا. هنا عندك حق وضعية القيادة، عادي، اقتصادي، رياضي، زلق، حالات التغريس. وهذا حق الأوتوبارك. وهنا عندك شاحن وايرلس، مساحة تخزين، يو اس بي، حامل كواب، والتكاية اللي بالنص مع مخرج 2 تايب سي، مخرج 10 فولت. بس قضينا بوري. بجرب لكم التسارع، وضعية القيادة من هنا. هنا نحط على الرياضي باللمس بالشكل هذا. اصبط، نقول بسم الله. 310 حصان. الجير اي في تي. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. طبعا ما في شفتر لانه الجير اي في تي بالعكس.
عادي يصير فيه بس ما ادري ليش. طيب ندعس تحضر بسم الله. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، طهر الموتر ما شاء الله. كم السعر يا بندر؟ السعر جلطة على الخفيف، الفل نفس الفئة اللي معي هذه برزنتيشن اللي على فئة 330,000 شامل الضريبة، الفئة الأقل راح تكون ب 296,000 ريال. سعر جلطة، هي والله سعر جلطة، ودي والله لو بقل من كذا الصراحة. الموتر ايش رايك يا بندر؟ من الآخر ما شاء الله تبارك الله. هذا المفتاح فصلناه لك يوم بشكل سريع، إن شاء الله قريبا تنزل التجربة. شوف 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 الإضاءة، واعطني رايك باللون يا صديقي. تصور فلتر، انا ما ادري ايش بيسوي سناب، ان شاء الله انه ما يحوسنا.